صالح، انت ما شاركتش في دور الاصابه؟ كانت فما اصابه ديجا عندها توا اموا، قعدنا نحاولوا معناها نعطروا نحاولوا نعرف كيفاش ناخذوها، خاطر ديجا عندنا ماتش ممكن اهم ماتش عندنا في الشامبيونا معناتها في الكوب، الشامبيونا هذيك هزتها الترجي، فيها جست نحاولوا قاعدين نلعبوا الماتش شويه هذوما تحذير معناها للماتش الكوب، وان شاء الله ربي معنا نتوافقوا ونكونوا معناها نبعدوا بعيد في الكوب وان شاء الله ربي معنا. محمد، حسيتكم اليوم في ماتش ليتوال التخمام اكثر، التركيز اكثر، الاذان الكل منصبه ومركزه اكثر، فوكاليزي اكثر على ماتش نهار الاحد ضد السي اس اس. صحيح صحيح، ماتش كبير ان شاء الله يكون فيه معناها كره باهيه، وديجا معناها نحن السيزون تاعنا هذيك هي معناها لعبنا معناتها قعدنا نكملوا في الباركور هذا باش كنا من اول عام معناها مركزين على الكوب، وان شاء الله ربي معنا. هو ماتش معناها 50-50، كيما تنجم تربح كيما تنجم تعدى كيما تنجم تعديش، اما ان شاء الله يكون ماتش باهي ونتعدي وخاطر مركزين وان شاء الله ربي معنا. شنو حسم الفارق الليتوالي؟ والله حسم الفارق اليوم كيما قلت لك هذيك هو تركيز، ما شامبيونات شامبيونات هزت وقعدنا نحضروا كيك معناها، وليتوال هما ممكن عندهم معناتها كي يربحوا الماتش هذا حاجه اخرى ريفونش، الماتش فاتنا نحن خرجناهم الكوب ماتش كبير كان في المرسى، كلي قعدوا كل ماتش يحبوا يربحونا ويلعبوا كيب كامله واستاجاتهم ودنيتهم، ان شاء الله ربي معاهم وربي معنا الناس الكل ان شاء الله. ثم مشكل نتاع في شهر رمضان، مشكل نتاع التوقيت نتاع الماتش فات، الناس الصايمه الملاعبيه صايمه، هذه لاحظناها في كل الرياضات من بينهم زاد كره الطايره، يظهر لي الشيء هذا اثر حتى الملاعبين نتاع المرسى اليوم الصايمين. يأثر وزيد جوارات صغار معناها ليكيب نتاعنا كلها بريسك معناها كثريتهم كادي جونيور بخلاف كلكو جوار معناها يعاونوا، اما معناتها لازمنا نلقاو حل معناها نحن بطوله تونسيه معناها ورمضان ومسلمين، نحاولوا معناتها نعاونوا بعضنا في السبور خاطر ديجا تشوف معناها كان الرياضه اللي قاعده تخلينا نحن في تونس، نحاولوا ندزوا مع بعضنا الاداره الجامعه كما نقولوا الداخلية حاولوا يخلونا في أكثر راحة وكهو، مش نقدموا سبور ونعملوا فرجوا لعبة جيت فرج تعطي تروح بيه إن شاء الله.